يبا هذا ليش قاعد كلمك كذي؟ ايش قلتي؟ يوباي؟ هذا ابوي اللي رباني. اخوي؟ اخوي! اخوي شو ممكن يصير؟ ليش؟ ليش يا فهمت؟ شو سويت في المجلس؟ انا شو سويت فيك؟ هذا اخوك انت عطيتني. ليش؟ شو سويت في المجلس؟ انا سويت فيك؟ ليه؟ انت اخوان؟ انت اخوان؟ ليش يا فهد ليش؟ انت اخوي عضيدي، انا سويت لك، انا انقذت حياتك، انا شريت حياتك بعمري بسنين عمري، تسوي فيني كذي؟ انا خليتك تعيش وعشت من معاه مع مرتي. هذه آخرتها يا فهد، هذه آخرتها يا عضيدي. يوسف، يوسف أنا ترى ما سويت شيء غلط. ما سويت شيء غلط؟ أنت أخذت حياتي يا فهد وتقول ما سويت شيء غلط؟ أنا سويت لك، سويت لك عشان أسوي لي كذي. ليش؟ ليش يا فهد ليش؟ أنا ماني مصدق اللي قاعد أشوفه. ماني مصدق وأنا أشوفك أنت ومرتي وبنتي. معقولة؟ ليش؟ أنا ما سويت شيء. كل شيء أعطيتك إياه. تجازيني كذي؟ اسمع، انت مستحيل تكون بشر. انا مو مسامحك ليوم الدين، مو مسامحك يا فهد ليوم الدين. سمعت؟ مو مسامحك. يلا 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 تعال. كانت أول مرة أفقد فيها سيطرتي على موقف، أول مرة يصير بحياتي شيء ما أدري عنه، أول مرة أتفاجأ، أول مرة يكون صوتي صوت الأوطى في مكان كان دايماً الآمرة والناهية فيه. وفاء، وفاء بنتي كلميني. وفاء، كانت أول مرة أشوف فيها أبوي الشرعي، حضوره أربكني، وقفته قدامي كانت غريبة، أول مرة حسيت فيها أني ضعيفة شخصية، أول مرة يتحرك فيني حنين يضاعفني ويخليني أسيرة مشاعري. ما أدري، كان شعور غريب مثل مشاعر أي بنت حق أبوها. شكلك طول عمرك بتمين تشكين فيني، تحبين تدورين مشاكل، اساسا انت ليش تنبشين وراي؟ لا انا الغلطانه، المفروض ما اشك فيك، المفروض اصفق واقول برافو. زين اهدي اهدي، البنات نايمين. وشنو يعني؟ قولي منو هذه؟ ايش تبيني اقول لك؟ ابيك تقول لي، حياتك كلها بنات مليت منك انا، شنو هذا؟ مو قادر اثق فيك. ما تثقين فيني انا؟ عقب كل هالعشره ما تثقين؟ لو انت شايفني مع واحد ويا رفيقك وصورني، راح تثق فيني؟ لا انت قاعد تخورينها. لا ما قاعد اخور، انت قاعد تخوني صح ولا لا؟ أنا أخونك. تدري من هذه البنت؟ منو؟ هذه الموظفة الجديدة اللي بتسد مكاني. ليش تبي تسد مكاني؟
علشان يصير عندي وقت ويا جابلكم. قاعد بديكم على شغلي، بس وين؟ وين اللي يقدر؟ تعال ماما، تعال خلينا نروق. شو اللي سواه أخوك؟ أنا كذي ممكن أخسر وفاء؟ يا ربي أنا ما كنت أبي أنحط بهالموقف قدامها، ولا كنت أبي تعرف أبوها بهالطريقة. استغفر الله العظيم، قلت لو سامع شلون تكلم، الطريقة اللي تكلم فيها طريقة واحد يبي ينتقم، هذا أكيد ما راح يخلينا عايشين مرتاحين. أنا بلحق البيت وبتفاهم معه. شلون يعني بتروح وتخليني؟ لا لا تخليني بهالظروف طبعاً. كانت صدمة قوية، مو مستوعبتها، وكنت ساكتة طول الوقت. كنت أعرف أن أبوي الشرعي مسجون بقضية كبيرة، بس ما تخيلت أنه بيوم من الأيام بيطلع من السجن وبيجي لي عندي يسأل عني. تصورت يمكن أسمع من أهلي خبر وفاته بالسجن، أو حتى ما تخيلت لأن عمري ما فكرت فيه، لأن أبوي الفعلي اللي رباني وعطاني من وقته وحبه كان فهد. بس عقب ما طلع أبوي يوسف بحياتي فجأة، وايد أمور تغيرت، وايد. يوم كنا صغار لزغرت عليه ملابسي، ما كنت ترضى اني اقطهم، كنت تشيلهم من كبتي وتحطهم في كبتك، حتى العابي كنت اخذهم مني لما امل منهم. لين كبرنا لقيت ان كلن اخذ حياته، كلنا أخذ اللي عنده. ما هقيت بي اليوم اللي تاخذ فيه أعز من ملابسي وأعز من ألعابي وقبل ما أمل منها. يا فهد، اللي أخذته مني ما يرد. مو غلطتي يا أخوي، أنا ما غلط، أنا بس كان ودي أحسن نفسك. حب أمي لك خلاني أحب كل شيء فيك، كان همي بس أصير نسخة ثانية منك. قلت يمكن أمي تحبني مثل ما تحبك وأكثر. انت مو بس صرت مثلي، انت خذيت كل اللي عندي، خذيت مرتي وبنتي، وخذيت بيتي وسكن فيه، واكلت اكلي ونمت على فراشي. انت اخذت مكاني بكل صوره جميله وبكل ذكرياتي. يا فهد، انت لغيتني من الوجود واخذت مكاني. أنا يا أخوي ما هقيت إنك ترجع. أنا قلت خلاص رحت متراجع. يوسف، أنا من باكر مستعد أطلق سعادة إذا تبي. ردها ورد بنتك. مو كذي تنوخذ الدنيا يا فهد. لا لا، أكو أشياء إذا انوخذت من الصعب إنها ترد. يا ليتني مت في السجن ولا أشوف اليوم هذا.